بسم الله الرحمن الرحيم. احنا القرحه معتصمين هنا 3 ايام، وقوا اول امس وحتى فعلوا احتواء حوار معانا، وقالوا احنا مستعدين ننفذ مطالبكم كامل، واحنا مطالبنا ليس اي حاجه الا العلاج، وقالوا شوف سوف نخرج معاكم مسيره لا حيث ما تشوف. قلنا لهم اذا رئاسه الوزراء، وقالوا تمام، واليوم اصبحوا وغيروا المسيره، وهذا ظلم. واحنا شوف سوف نعتصم هنا، ونقول لهم انه في 2 من الشباب هنا اليوم بيضحوا بانفسهم، بيحرقوا بانفسهم فوق هذه المنصه اذا ما حتفعل لهم حاجه. اعلان هان. احنا نقول لهم هكذا، اذا ما يرجعوا بخبر نقول لهم ان 2 من الشباب القرحاء بيحرقوا بانفسهم. احنا من احد البلاطيه المترصدين بالثوار، ونحن من الحرس الجمهوري الذين لم يستلم مرتباتهم سنه واربع اشهر، لم نستلم ولا راتب سنه واربعه اشهر، وذهبنا الى وزير الدفاع وادينا موعد بعد يومين، والان لا بصرنا لا موعد ولا اي كلام، والان نطالب رئيس الوزراء بمعالجة الجرحى ومرتبات المنضمين من اول شهر انقطع عنهم حتى يومنا هذا. معك ليش انت مجنون؟ ايش في يدك؟ ليش هذا؟ تعال اشتكي.